السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا السلام، اليوم راح ناخد لتر W، هو 23 في أبجدية الإنجليزية، هو 23 حرف د 23 في أبجدية الإنجليزية، وحرف كسدح إلى باتنات حروف إنجليزكا إن water أو إيه بيها ويف هيركا ويك قفك تبرت الدرن ويك تبر دري wonder and layab أما and وحي مركز كو عجبيو واد layabto wind دبيشة أف عربي هانو حالو دها الماء and الموجة ضعيف استغراب أو يعجب الريح نكتب ونتهجى water مر هرا هال صدر صوقرني نتهجى ونسي هنقادنينا التهجي قلنا يحفظنا الجملة هنقاد وحين حفتسينا يسا جملوينك W W capital A T E R water wave W A V E wake W E A K wonder W O N D E R wind W I N D نكتب سطر تاني ونتهجى سطر كلي تواسي قرينا ونسيهن قادنينا water الماء W A T E R بيها wave W A V E الماء weak ضعيف أو تبردري W E A K weak wonder W O N D E R أو استغراب أو يعجب wind الريح أو الرياح أما الضبيشة W I N D water wave weak wonder wind and بيها هركة تبردري لياب and دبيشة الماء الموجة الضعيف استغراب أو يعجب الريح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.